واكيد عندنا كمان فريق قوي جدا جدا هنلعبه يوم 4 فبراير في بطولة كأس العالم للأندية، فريق الدحيل فريق قوي جدا يا كابتن، ودايما بنتكلم انك لازم تاخد ستيب باي ستيب، ان انت مركز مع البدايه والبدايات في البطولات، مش بطولات ده زي ما حضرتك قلت ثلاث ماتشات وممكن تحقق بطوله، لكن مباراه الدحيل القطري مباراه صعبه جدا على المستوى الفني. وطبعا كاس العالم للانديه ده انا والله اذكر كويس لما كنت قاعد في اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي سنه 2014 و15 و16 كنا بنقعد مع بعض يا جماعه، كاس العالم للانديه ده مش بطوله، دي يعني فيستيفال، دي حاجه احتفالية كده، حاجه احتفاليه. لان انا مش معقول اجيب بقى بطل اوروبا لعبوا سيمي فاينل وفاينل والناس بقى عماله تلعب من البريليمينري في الدور التمهيدي وكده، لكن وجدوا ان ده الحل الوحيد، لكن هتتغير السنه الجايه على حسب ما هم قالوا. اخر حاجه في قطر في اليابان ان شاء الله السنه القادمه هيبقى هتتعمل حوالي 24 نادي هيلعبوا لها كده فورميشن معينه. والتغييرات غيرت كابتن، يعني انا من خلال حتى هانز فليك مدرب البايرن بيقول احنا هنقابل افضل الانديه العالميه على مستوى التنظيم، بقت بطوله عالميه كبيره جدا، اسم النادي الاهلي موجود فيها لسادس مره، يعني الفاليو كمان بتاع البطوله عالي بشكل كبير جدا، يمكن كمان عن يعني عن 2006 اللي حصلنا فيه على البرونزيه. يعني والله انا بقول انه السنه دي فرصه كبيره طبعا كبيره، لانه حقيقه هتقابل فريق يعني يعتبر قريب ليك في المستوى او ممكن تكون افضل منه، لكن هو عنده لعيبه حيل. طبعا انت عارف النادي تقريبا مؤسس من 10 11 سنه كده، 2009 تقريبا، يعني نادي برضو ايه، بس كان اسمه تقريبا الاخويه كان اسمه الاخويه طبعا، بس السنه دي عنده لعيبه انا بصيت عليها، واحد من ايران، واحد تقريبا افريقيا، من مهدي عطيه، بن عطيه فعنده لعيبه دلوقتي بصراحه. انا بصيت على ولقيته انه كمان بتفرج على الدوري القطري، يعني بصراحه فرقة بتلعب كرة جميلة جدا جدا، عندها خبرات والمدرب بتاعها هي متميز جدا، بس انا سمعتهم هيغيروه او يتغير حاجة. لا جه مدرب دلوقتي اصل جزائري فرنسي وكان الوشي فرقة مش سهلة، معلش فرقة تلعب معاها كرة قدم ماتش صعب على ارضها عندها، فاتمنى ان النادي الاهلي ينزل هذه المباراة زي ما انت قلت، ادي مباراة كؤوس صح، وبعد كده ما تجيش تقول لي انا بعد كده هلاعب مين واشوف مين، لا انسى هتلاعب مين، خليك بقى خلي البانل بتاعك كده ما تبصش يمين ولا شمال، اعدي المرحله دي وبعد كده ابص اشوف هلاعب ايه. الفرقه يعني انت محتاج انك طبعا تغير نظام لعبك، تغير طريقه اسلوب لعبك، لازم تلعب مهاجم وتلعب ازاي تدافع وازاي تهاجم، ما يبقاش في نوع من الرعونه انك تخش تهاجم من اول ما تعرفش الفرقه دي قدراتها يعني لسه في الملعب، ممكن تشوفها كده في التلفزيون ممكن تشوفها في التحليل، لكن اعمل حسابك انهم عندهم عناصر قويه جدا وعندهم لعيب جديد من ايران، يعني انا اتفرجت عليه في قنوات القطريه لقيته لعيب متميز جدا، فانا بعتقد النادي الاهلي مطالب انه في هذه المباراه يركز عشان يعدي هذه المرحله، وبعد كده المرحله اللي بعدها ما يبص مين هقابل مين، يعني دي هتبقى احلام اليقظه بنسميها، فخلينا بقى في احلامنا مركزين على احنا داخلين يوم 4 فبراير ان شاء الله.